شهدت مملكة البحرين نموا كبيرا في تدفقات الاستثمارات المباشرة، مما يشير إلى قوة وجاذبية اقتصادها بالإضافة إلى بيئة الأعمال الخصبة التي تتمتع بها المملكة. نعم، هذا وتعتبر الاستثمارات المباشرة مؤشرا حيويا لقوة الاقتصاد ومستوى الثقة التي تتمتع بها البلاد بالنسبة للمستثمرين الدوليين. المزيد من التفاصيل مع الزميلة ريم جناحي. نمت تدفقات الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين بواقع 1,950,000,000 دولار أمريكي في عام 2022، محققة رقما قياسيا جديدا، وذلك رغم أن حركة التدفقات الاستثمارية حول العالم شهدت تراجعا بنسبة 12% وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد لعام 2023. وأكد سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن هذا النمو البارز في تدفقات الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين في مزايا البحرين التنافسية، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء لتنمية أعمالهم. وأحرزت مملكة البحرين تقدما كبيرا في تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في القطاع المالي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة، وذلك أدى إلى زيادة الفرص أمام قطاعات الأعمال المحلية والعالمية وعزز من ثقتهم في بيئة الأعمال وصولا إلى تحقيق النمو في الاستثمارات المباشرة. وبدأت مملكة البحرين جهود التنويع الاقتصادي منذ فترة طويلة، وتوجت هذه الجهود باعتماد خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في عام 2021 ذات الاستراتيجيات مركزة الأهداف، وعلى رأسها الاهتمام بتحقيق الاستدامة في القطاعات عالية القيمة. ونتيجة لذلك فقد نجحت خطة التعافي الاقتصادي في تبسيط الإجراءات التجارية وتعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال في البحرين، مما أدى إلى تسريع وتيرة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع وجود حوافز جديدة مثل الرخصة الذهبية، فإن المملكة تؤكد التزامها بالتبسيط المستمر للإجراءات التنظيمية، مما سيعزز البيئة الصديقة للأعمال في البحرين وإبقاء المملكة مقصدا جاذبا للاستثمارات.